منذ تسجيل أولى حالات البوحمرون في شهر ديسمبر الفارط بولاية الجنوب، امتدت الحالة الوبائية اليوم لمختلف ولايات الوطن، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2317 إصابة عبر 13 ولاية. حصيلة يعني إجمالية على مستوى 13 ولاية هي 2317 حالة، والأكثر هي على مستوى ولاية الواد ب 1047 حالة، وأيضا على مستوى ورقلة تقريبا 800 حالة. يعني شفنا بلي كاين بزاف الأطفال ما تلقحوش، ويعني هذا من أسباب اللي سهلت يعني الانتشار هذا المرض حاليا. عدة وفيات سجلت بولاية الوادي، وحملة تلقيح واسعة نظمتها مصالح الصحة لتدارك الوضع. ونطلب من الناس منها ما قال لهم يجيو اللي يحب ذرة يجي يطعم، ضد مرض بحمرون، هذا مرض خطير ولازم الوقاية منه. والله كما تشوفوا هاي العملية تاع اللقاح ضد بحمرون متواصلة، والإقبال راهو كبير والغشي وبزاف، وهاكم تشوف لي كارني وراهي متواصلة معناها طول. تتواصل حملة تلقيح الأطفال بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية مع التكفل بالحالات التي تعاني من مضاعفات صحية معقدة. الكحة هذه يقدر واحد يدير امبنوموني، هذا كي يتطلب لوسبيتاليزاسيون، سي كيك شوز كي بي اتر كونسيدير كوم ايتون غراف، معناتها حالة اللي لازم نشدوا المريض هنا في السبيطار. كي يدخل واحد نحاولوا باش نوزنوا وراه اللي يبقى في السبيطار وراه اللي يخرج. آلاف حالات الإصابة بالبوحمرون تعلن عن تفاقم الوضعية الوبائية، وضعية يرجعها المسؤولون إلى عزوف العديد من المواطنين عن تلقيح أطفالهم.